مرحبا بكم من جديد. حوارنا مازال متواصل في الموضوع مع فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس، واترك المجال امام اسئلتكم. تفضل خليفه بن سالم. وطبعا سيد فاضل، احنا ناقشوا فكره، ما عمرنا ما ناقشوا، انا في قناعتي شخص، خاطر النقاش ماهوش محاكمه لشخص ولقدراته او لكفاءاته ولتصوراته، هذيك مساله اخرى، ولكن فكره. والفكره هذه اللي قدمتها قبيله، ثم موضوع ديما يتكرر على لسانكم وعلى لسان كثير من السياسيين، هي مسألة تفرقة التونسيين والتسامح بين التونسيين، وإحنا اليوم مفرقين ومقسومين و وأعتقد هذا بدعة، بأنه إحنا ديما مفرقين وديما مقسومين، مش نقعدوا ديما مقسومين، لأنه أي مجتمع فيه قسمة، سواء كانت قسمة سياسية، سواء كانت قسمة طبقية، سواء كانت قسمة ثقافية، موجودة هذه القسمة، وخاصة على الجانب الطبقي. هذا صراع تقريب تعرفوا الإنسانية من هي، علاش موجودة أحزاب في نهاية الأمر؟ ما أحزاب تعبر على اليمين، وأحزاب تعبر على اليسار، وأحزاب تعبر عن الوسط. أنا نعتقد نوع من الشعبوية الجديدة في مواجهة خطاب الرسمي للدولة. كان الدولة هي تتبنى فكرة التقسيم، ولكن التقسيم موجود في أرض الواقع حتى على مستوى الفكرة. هناك قسمة بيني وبينك في مستوى الأفكار قد تجوز إذا كان كنا في أحزاب سياسية، هذا من الواقع. النقطة الثانية، أنا وأنت رجل مختص في هذا، يعني كونتابلومون الفترة اللي نعيش فيها الآن، لأنك أنت الآن معارض الآن منذ 25 جويلية، هناك معارضة جديدة مختلفة عما كانت عليه ما قبل 25 جويلية بمنطق الحسابات. أين قصرت الدولة في مصاريف الدولة؟ يعني هل هناك وزراء سرقوا؟ هل هناك مال عام قاعد يهدر في غير طريقه؟ عدا فكرة المفاوضات الخارجية، لأنه يبدو هناك صعوبات في جلب الأموال الخارجية، لكن احنا الآن ما عدناش على المستوى المحاسباتي على ما يبدو بالنسبة لي أنا. ما إذا كان ثم عكس هذا تفضل قد من السي فاضل، أنه ما ثماش خلل وإخلال عكس ما مرت به البلاد من 2011 إلى غاية تلك المرحلة. هناك الكثيرين اللي تكلموا على إخلالات في التصرف في المالية العمومية، إخلالات في التصرف ربما في قروض، في توجهات الكبرى للدولة، ما ثم مشكل في هذا الجانب. المشكلة الأخرى السياسة والأحزاب. صحيح المنطق اللي يحكمه رئيس الجمهورية ويتكلم عنه ضد الأحزاب هو واضح، معناها ما يتبناش هذه الفكرة، ولكن الواقع أنا نقول ثم حالة نفور شعبي من الأحزاب، هذا يلزم تتحمل فيه الأحزاب المسؤولية. شوف قوانين تمنع الأحزاب لحد الآن، ثماش قانون يمنع الأحزاب بدليل في الانتخابات أو في الدستور أنتم شاركتوا، وجهة نظركم كانت مثلا تشاركوا بلا في الدستور كحزب. هناك أحزاب شاركت كما حركة الشعب وما نعرفش من الأحزاب الغيرها في الانتخابات التشريعية. المشكل الآن في علاقة الأحزاب بالشعب، لماذا لم تحسن استغلال 10 سنوات من الحالة اللي كانت تقريبا مفتوحة على كل الاحتمالات في الحياة السياسية والحزبية، خرجنا بها لو كانت تقوم بصبر آراء، والدائرة هذا موجود في صبر الآراء، هناك عزوف سياسي مواطني للأحزاب السياسية. يلا زوز نقاط، تفضل فاضل عبد الكافي. والله أنا حسبت أكثر من زوز نقاط لما لك. يلا ما نقول لنا سؤال ولا أطروحة فلسفية. لا لا أسئلة، لا أسئلة سي فاضل. شوف يعطيك الصحة، باش نبدأ. منذ 2011 شنو عشنا سي خليفة وانت تعرف الكلام هذا، عشنا أزلام ضد ثورجيين، وبعد عشنا فترة إسلاميين ضد حدثيين، وبعد عشنا فكرة العبد الفاسد والعبد الأمين، وبعد العبد الوطني والعبد الخائن. يعني هذا التقسيم كي يجي بين الأحزاب السياسية ولا الأطياف الشعبية ولا لغيره، كلامك معقول موجود في العالم أجمع. أنا مش نحكي على هذا، أنا نحكي كي واحد يولي في مستوى تسيير دولة وفي أي منصب من اللي هو فيه يجمع توانسة، وصارت هذايا في هي صارت من وقت الرسول عليه السلام، يعني مش جديدة علينا، وصارت زيادة في بلدان يعني قدامنا في أفريقيا كيما رواندا، صارت في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، صارت في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. يعني الشعوب عمرها شعوب ما هي باش تقدم كان المنطق والخطاب السياسي هو خطاب تخوين وتقسيم، وكانك مكش معايا تولي ضدي. خاطر انا نامن، قول مثالش انا ممكن نايف ولكن جو بونس با لي نايف، انا نامن اللي جمعنا اكثر برشا من اللي فرقنا. تاخذ بلاد كيما لبنان، القائل يقول لبنان عندهم يعني ظروف دينيه خلات اللي ممكن يصير اللي صار للاسف، دروز ومسلمين شيعه وسنه
وأقباط وأرمن ومسيحيين مقسومين ممكن. وش صار في آخر اليوم؟ الدولة اللبنانية انهارت. اليوم فما دويلات، يعني دويلات في الدولة اللبنانية. أنا إيش قاعد نقول؟ كي تقول لي أنت شو معناها منطق التسامح؟ التسامح ما يعنيش يعني حد ما يتحاسبش. وقضية هذه من 2011 ل 2022 صار خور في المالية العمومية والناس تسرق، و 2022 وإحنا راجعين الحمد لله يعني كل شيء تصلح. نجم نقول لك في تقريبا هذاك إيش قلت سي خليفة؟ شوف سي خليفة، نجم نقول لك أنا اللي سيد رئيس الجمهورية اطلب من سيدة رئيس الحكومة وسيدة وزيرة المالية تدقيق في الديون والهبات اللي تحصلت عليها تونس. التقرير خرج وما ريناهش، وهذه مرة أخرى ظاهرة جديدة في تونس. خاطر ما يساش يقولون، أنا نأكد لك كنت أربع شهر ونصف وزير مالية، ما فماش إمكانية يعني. وحتى صديقنا التونسي اللي يخدم في البنك العالمي قالها السيد الرئيس يا ينتخسابيليتي فريد يعني بالحاج، سي فريد بالحاج، سي فريد بالحاج ما قالها السيد الرئيس يا ينتخسابيليتي، يعني الأموال كي تدخل تدخل على البنك المركزي والبنك، يعني هذه قضية اللي تو باش نبيعوا سردية. خلينا نكملك وربي ما تقص عليا، شوف ما قصيتش عليك يا سي خليفة. تفضل يعيشك. تفضل. يعني سردية متاع الفلوس قاعدة تتهز، وفما وزراء يحطوا فيهم في مكاتبهم وخارجين ومئات المليارات. الآن تقول لي فما أموال كانت موجهة لشيء ولا موجهة لشيء آخر، هذا صحيح. تعرف عليه ولا لا؟ لأمور بسيطة. أنت تولي وزير مالية غدا، يدخل لك رئيس ديوانك يقول لك سيد الوزير راهو عندنا فلوس، يا نخلصوا الأجور يا نعملوا ثنية. أش قولك أنت؟ جوابك شو باش يكون؟ شو باش يكون جوابك؟ تعمل ثنية؟ لا 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 سمح. لا 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 هو هذا هو. لا لا سمحني. اما لو برر ما صار قبل لا سمحني. ما لا سمح. لا 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 تحكي على السلم الاجتماعي. لا 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 سيدي ماسي قال كلام اخر. لا لا سيدي ماسي على الدعم وعلى البترول وخرج السلم وراقه ومشى. سيدي ماسي ونشكروه على اللي قاله، وهذاك قامه اقتصاديه في تونس وانا نحترمه كل احترام. سيدي ماسي اش قال؟ قال اللي باش نقوله لك توا. كي انت بلادك توصل بعد الثوره التونسيه تخدم في 650 الف موظف على 12 مليون ساكن، يعني تقريب 55 موظف بساكن، والمغرب تخلص تخدم في 585 الف على 37 مليون مغربي، يعني 15 موظف بساكن. هذا يعني اللي صار مشكله كبيره في 2012 و13 و14. جاءوا حكومات لقاو الخزينه معبيه بالفلوس. قد لازم نفهموا راهو كي بن علي مشى خزينه الدوله، حساب خزينه الدوله لدى البنك المركزي فيه 5 مليار دينار. نقول لهم شنو خاصة تونس، اتصالات تونس، الفوسفات والبنك المركزي. المهم موجود الفلوس. هذوكم تصرفوا فيش؟ تصرفوا في الاجور، طلعوا من 7 مليار دينار ل 22 مليار دينار يا سي خليفة في اقل من 10 سنوات، عمرها ما صارت في حتى بلاد. اي دونك ما تقوليش الاشكال، يعني هذا ديما فرض حكايات نعاود نربط اللي كان يقول فيه قبليك سي لطفي وانا موافق معاه 1000%. كي تقولوا احتكار يفسر ما فماش فيرينا وما فماش اسميت، أنا احتكار، احتكار الدولة في هذا الحال. خاطر ديوان الحبوب يجيب في الحبوب، ما فما حتى حد آخر يجيبه. وحاجة أخرى سي لطفي، حاجة أخرى، السنة راهو 2.5 مليون قنطار باش نخرجوا من الصابة نتاعنا، هذا ممكن ما يكفيش باش نزرعوا، ولهذا باش نجيبوا 30 مليون قنطار قمح صلب وقلب قمح لين باش يتكلف مليار أورو، ماذا بيا يقولوا لك كيفاش يجيبوه؟ ماذا بيا كمواطن عادي، كمواطن عادي. وحاجة أخرى سي لطفي، الكلام اللي كنت تقول فيه قبيليك على ديوان الحبوب، مش الدولة نقصت من الدعم، الدعم هوش مسجل في أرقام الدولة، مسجل عند البنك الفلاحي، وهذه زادة حاجة مخطرة ياسر وحكيت عليها برشا مرات. كي يجي البنك الفلاحي يقعد عنده مليارات من الدينارات قروض وتعثر مع ديوان الحبوب، والدولة التونسية ما تخلصش ديوان الحبوب باش ديوان الحبوب يخلص البنك القومي، شي يصير؟ أرقام الدولة ما تظهرش فيها الدعم، وما يظهرش فيها عجز الميزانيه. خاطر المشكله نتاع تونس، وزير الماليه ما يسجل الا اللي يخلصه، ما يسجل الا اللي يخلصه. خلصتك نسجل، بنيتني انت اوتوروت مليار دينار ما نخلصكش فيها، ما ندخلهاش في البيدجي نتاعي. هذه تسمى كونتابيليتي دو كاس، ما نحبش ندخل في تعقيدات نتاع كونتابليه، ولكن هذه امور اساسيه. خاطر ديما نقول تحبوا ننجحوا في البلاد لازمنا نرجعوا لبعضنا، لازمنا نفهموا اللي لمنا اكثر من اللي فرقنا، ولازمنا نقولوا الحقيقه للتوانسه اللي الحقيقه مخطره ومخطره برشا وماشيين لخطر اكبر من اللي قاعدين نعيشوا فيه، ولكن الامل موجود. توا بصراحه نسمعوا فيها برشا الكلمه هذه، لازمنا نقولوا الحقيقه للتوانسه. اي حتى حد ما قاعد يقول فيها سي لطفي. لا 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 سامحني،
التونسي اليوم وقت يمشي يقضي ويروح للدار في القفة نتاعو عنده الحقيقة. لا هذه حقيقة الأسعار. هذيك الحقائق الأخرى تهمش المواطن التونسي العادي. يعني المواطن التونسي العادي ظل سنوات كي تحكي له على أزمة اقتصادية في الأفق، يقول لك مادام في آخر شهر نمشي نهز في شهريتي، هذا كلام تاع خبراء. وقت اللي ولا يمشي وما يلقاش الخبز في الكوشة وهو عنده حق الخبز، هنا يبدا يطرح في السؤال. وقت اللي بدا يمشي للفارماسي ما يلقاش الدواء، يشري الدواء وهو عنده حق الدواء، هنا يبدا يطرح في السؤال. هنا بدا ربما يتذكر وقت تقول له انت راهي الدولة اصبحت عاجزة على خلاص مزوديها، مثلا مزودي الصيدلية المركزية، وهذاك علاش انت تمشي فوقك الفلوس وما تلقاش الدواء. بدا ربما يفهم حقيقة ما يقوله هالخبراء. اللي رئيس الدولة قال معناها الجزائر عندها مليون ونص شهيد واحنا عندنا مليون ونص خبير. واضح أن رئيس الدولة والخبراء زوز معناها خطوط متوازية لا يلتقيان. وهذا من الأسباب اللي خلانا في الوضعية هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها. لكن أنا كي نحكي على سير فاضل عبد الكافي، جيد جدا توصيفك للحالة الاقتصادية والمالية ودقة كبيرة. لكن حالما نمشيو للمستوى السياسي، انت بيدك تولي تسقط في العموميات، حتى مش ما نقولش في الشعارات واليافطات العريضة اللي ما نختلفوش عليه. وقت اللي تقول اي احنا التوانسة مفروض نقربوا اكثر لبعضنا ونتجاوزوا خلافاتنا، هذا كلام عام وعام جدا. بقدر ماك دقيق في تناول المسائل الاقتصادية والمالية، بقدر كي نجو سي الفاضل عبد الكافي السياسي ما نلقاوش رؤية سياسية مع تونس اليوم. تونس يسيل من تونس، بمعنى أنه المشكلنا في البلاد هذه في ال 12 سنة على الأقل، استعنا احنا بخبراء كبار حتى كوزارة اللي جولدون بوي اللي جاونا من برا، لكن الأمور ما تحركتش. والا جاونا سياسيين ما عندهم حتى علاقه بالاقتصاد والماليه، هم اقرب للمناضلين منهم للسياسيين. وتتذكروا العركه اللي صارت تقريبا في السنوات العشريه اللي فاتت، كانت هي العركه اللي كانت موجوده في السبعينات والثمانينات في كليه الحقوق في حجره سقراط، انتقل معناها رحاها للحكومات وحتى للسجال العام. توا ولينا نعيشوا في عركه اخرى، كانت العركه بين طلبه كليه الحقوق، توا نعيشوا في عركه بين أساتذة القانون الدستوري في كليات الحقوق. فاضل عبد الكافي، أنا متأكد مثلا عندك رؤية اقتصادية للفوسفات، لأزمة الفوسفات، لكن سياسيا لو أنت اليوم في السلطة يا سيدي، كيفاش باش تتعامل مع 15,000 واحد دخل يخدم في البستنة وبراتيكمون ما يعني في حد شيء، حتى الزيتونة ما تزرعش، لكن ولا لك ملف اجتماع قدامك اليوم، كيفاش تعمل؟ كيفاش تعاون لي مع الملف هذايا؟ ونحكوا على ناس توا عنده 7 و8 سنين يخدم، خذا قروض، بنى دار، عارف جاب صغار، باش تقول له هذا؟ اخرج امشي اعمل حاجه اخرى، التحق بالقطاع الخاص، تو نعطيك قرض وبرا، كيفاش تعمل مثلا مع مساله كيف نحك؟ شوف سي لطفي، تعرف الاحترام اللي نكنه ليك ومن الناس اللي نسمع كي تتكلم وتحلل. ربي يفضلك. ولكن فما نوع من التجني كي تقول في ديما تعاود فيها وتقولوا برشا ناس يعني بالسيف تحبوا تخليوني في جبة الاختصاصي في الاقتصاد. خاطر شوف، ما فماش واحد يعطيك باتين دا باش تولي سياسي، واكبر سياسيين في العالم كانوا ناس يفهموا في الاقتصاد. خاطر في اخر حلقه من الحكايات اللي تحكيوا فيها مذوم الكل، عيشه التونسي تتحسن وما تتحسنش. كي واحد ما يعرفش الارقام، ما يفهمش المفاهيم، مش مطلع على شنو قاعد يصير في العالم، ما ينجمش يسير يعني لا وزاره ولا وزاره اولى لا دوله لا غيره. دونك هذا الموضوع يعني حجرة سقراط متاع الكلية متاع تونس خارقة العادة، أما ما خرجتش الحقيقة ناس اللي بدلوا تونس. تيجاني شلي وصادق بحرون وعزوز لصرم ومنصور معلا وغير وغير وغير، ونسمي لك 200 واحد كيفهم. الحقيقة ما كانوش لاهين في الحكاية هذوما. الآن تقول لي أنت شنو هو اتجاهك السياسي؟ سامحني أنا قدامك معارض، رأيتي سياسية اجتماعية كسياسي. أنا اليوم قدامك معارض تونسي، معارض مدني، معارض عمري ما تعديت على خصم سياسي، خد نسميش عدو سياسي، كمعارض او كفي الحكم. خد حتى في المعارضه قلت لك فما برشا كلام مش باهي قاعد يتقال. مشينا في سيفتي بلا وكنا تقريبا الحزب الوحيد مع حزب عازمون،
مشينا في استفتاء بلا، وكانت غلطة من الأحزاب نعتبرها اليوم وإن شاء الله فاقوا على رواحهم وعرفوا اللي هي غلطة، اللي قالك لا كي تشارك تدخل في منظومة قيس سعيد. هي شارك بلا، ما قلناش شارك بنعم، شارك بلا، خاطر خرج رئيس الحالي للبرلمان التونسي سي بودربالة وش قال؟ قال كان أن لا يتعدى غراش الغنوشي ولا رئيس دولة، اللي هو غلط، اللي هو عمره ما كانش يصير. اليوم تقول لي شنو الرؤية السياسية نتاعك؟ الرؤية السياسية نتاعي اللي هو احنا الحزب تقريب الوحيد اللي عارضنا الدستور، ولكن نعترفوا اللي دستور البلاد هو الدستور 2022. نعترفوا اللي احنا ما نحبوش نرجعوا قبل 25 جويليا. مش هذا سؤالي. لا لا خلينا نكمل لك، لا خاطر حاجة تجبد حاجة. أنا حبيت رؤية سياسي لمشكل اجتماعي أصبح أمر واقع، كيفاش فاضل عبد الكافي السياسي الاقتصادي يتعامل لي اليوم مع معضلة اسمها نتاع الفوسفات؟ لا لا أنت واللي مشيت لآخر سؤال. لا لا سياسي لطفي، أنت مشيت لي لآخر طرف من السؤال، كان تسمع خليني نفسر لك شنو نحب نقول ومن بعد أنت علق. كي أنت اليوم تحكي على الشعب التونسي أمور هذه ما تهموش، لا سمحني أنا هذا دور السياسي التونسي، أنا كسياسي تونسي أنا مانيش في منطق متاع علاه الشعب ما يفهمش وما نفسرلوش، لا دوري باش نفسر له، دوري باش نفسر له 14 جانفي الدولة لمت مليار دينار على 26 جمعة، ونهار 13 جوان لمت تقريب 160 مليون دينار على 13 أسبوع، واحدة 26 أسبوع، واحدة 13 أسبوع، وخلصت 8%. هذا لازم الشعب التونسي ولازم المواطنين التوانسه يفهموا الماليه العموميه نتاعهم، مش علم يدني باش يفهم عبد قاعد يتسلف على 13 جمعه وعلى 26 جمعه، علاش؟ خاطر فما مشكله في تمويل ميزانيه الدوله. كي تجي تقول لي انت الفوسفات ألف مره نعاودها، الفوسفات التونسي اليوم كي ترى المغاربه عملوا 15 مليون ترناطه واللوفي شيغيفيان دي 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 فوسفات عطاه 950 مليون دولار لخزينه الدوله المغربيه السنه، احنا نعملوا في 3 مليون طرناطه وقت كنا نعملوا في 8 مليون طرناطه في 2010 وكنا نخدموهم ب 6000 عامل ونخدموا فيهم اليوم ب 26000 عامل دون احتساب الشركات اللي تحكي عليها سياسه. تستقيم سي ما تستقيمش، ما تستقيمش، ولكن نحكوا على نظام مستقر في المغرب عنده قرون. لا لا. ونحكوا على بلاد هزت وطفت في القاعه وتخلقت فيها واقع اجتماعي. انا نعطيك الواقع يا ما مهم انت باش تشتغل على الواقع هذا. هذه جايك يا سي لطفي شبيك اليوم عندنا وقت مازال تقريبا 20 دقيقه عندنا وقت نحكيو على الفوسفات الغدو ومن بعد ما يوفى البلاتون نزيدو نحكيو. تحب تصلح الفوسفات تعيط لي اهل الذكر يا سي لطفي، ما تعيطش انا الحكومات المتعاقبه. يعني تعرف أكثر عبد نحترمه أنا في تونس من الناس اللي عملوا سي كمال جندوبي، سي كمال الجندوبي ما مشى يتفاوض في الفوسفات، ما نتصورش اختصاصه أنا باش يتفاوض في الفوسفات، سي جوهر بن مبارك ربي يخفف عليه ما هو رئيس حكومة بعثه زاد باش يتفاوض في الفوسفات، ما نتصورش اختصاصه. طيب شنو الحل؟ الحلول هكا المهندسين التوانسة قاعدين في ديارهم اليوم، ما نحبش نسميهم، والحلول تمشي الليبرالي المتوحش اللي تحكيوا عليه اللي هو أنا اللي أنتم غالطين فيه. أنا الحل بالنسبة لي نحل رأس المال الناس اللي تخدم في الفوسفات. إيش معنى؟ تحل رأس المال، يعني تجي الدولة تقول أنا نحب نحل في عوض نعطيه في شركة أهلية وخذ أراضي اشتراكية اللي عمرهم مش نجموا ياخذوهم راهو، ونعملوا بستنا اللي ني لي زانتيري، يولي لانتيري نتاع الدولة كيما لانتيري نتاع العامل، كيما لانتيري نتاع الفيس، كيما لانتيري نتاع المنطقة، وقتها ما عادش تدخل في المتاهات اللي كيما هذه، وصارت في العالم هذا. اما لازمها شجاعه سياسيه، لازمها التمكن، لازم الناس اللي خدموا الفوسفات، مثال يسامحني باش نسميه سي دالي مثلا، سي قيس الدالي، وغيره 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 من الناس اللي تعداوا من كل الكبانيه اللي هما فاهمين الوضع، وهو سي رضا اليوم يهز راسه وينفض عليها. اليوم كي تقولوا انتم هكا نبدا نسمع في ناس، اي تو نرجعوا ل 10 مليون، اش ترجع ل 10 مليون؟ لازمك استثمارات كبيره ياسر باش ترجع، خاطر الدنيا تهرست. الاستثمارات منين نجيب اموالها؟ جاوبني، انا نجم نجيب اموال. النجم نجيب اموال، ولهذا تحكي لي فوسفات شنو اللي كيفاش؟ تجيب لنا الاموال. الاموال شوف كي انت بلاد ما عادش تروج لها في حتى شيء. الناس في تونس الاجانب سي خليفه نعلمك احفاد ساقيها مشيا وجيا باش يدخلوا في الفوسفات. انا ما نحبهمش يدخلوا في راس مال الفوسفات، ولكن فما ديون ميسره تنجم تجيبها لتونس. انا بعد قعدت في ظرف ستة اشهر اللي ملك قالت لي هاك ما بدلتش تونس في عام. اي في ستة اشهر انا درت راهو اربع او خمسه مرات، منهم مرات مع الرئيس الباجي الله يرحمه، وجبنا الاموال هذيك الكل لتونس. اللي حب يفعل ومشات الاموال هذي ما تصرفتش، خاطر سامحني كي ما تتصرفش. انا نرجعوا مثالش انت يدور فيك. لا نحب نفهم لا هذا المواطن اللي يحب يفهم. ليه المواطن ماذا بيه يفهم؟ ماذا بيك انا صح هيبه عام 2017 المستشفى القيروان وما يصيرش لليوم، فما مشكله كبيره في تونس، فما مشكله خياليه، حاجه سرياليه قاعده تصير. شنو هي بالضبط؟ شنو هي بالضبط؟
ولاية لازم تفاهم مع وزارة الصحة، لازم تتفاوض مع وزارة التجهيز، لازم تتفاوض مع ستيك، ما فماش عبد يقرر اللي لازمه يصير، ومن بعد يجيوك سلطة يقول لك شنعمل مدينة استشفائية. فرحت أنا صحابي يحكيوا على المستشفى، ظهروا يحكيوا على موضوع آخر، اللي ما عنده حتى علاقة بالموضوع الأول، واللي ما عندوش تمويلات. العقل السليم يا سي خليفة. ماذا بيا نقدم شويه في النقاش؟ ولهذا وين مشاو؟ ما مشاو حتى بلاصه هكا على الحدود واقفين، يستناو وقت الاداره التونسيه اللي هي خايفه ترقل، خاطر فوقها بيسير الفصل 96 من المجله الجزائيه. اللي مر على هذه الحكومات الكل بما فيها وقت سير باجي اللي راح تطلع عليه وما تنحاش. اي هذا هو اي علاش علاش انا تحبني اليوم نكون انا كلامي بديته باش نقول لازم نعتذروا، لازم نقولوا كي غلطنا غلطنا. ولكن لازم نقولوا فما امل ونقولوا ها هو برنامجنا. سي لطفي يقول لي شنو هو برنامجك السياسي؟ سامحني سي لطفي، هذا هو برنامجي السياسي، لا مشعارات فضفاضه، لا هو كراهيه، لا مكش معايا تولي ضدي، لا نقول لك احتقرك، لا نقول لك نكرهك، لا نقول لك انت خاين، مش هذا العمل السياسي بالنسبه لي. ماهوش والبرنامج كان تحب نهار توسع بالك معايا، تو نقعد نحكي لك على اللزمات، ونحكي لك على القطاع الخاص والعام، ونحكي لك كيف تونس كارتاج لازم يتسكر ويمشي للنفيذه، ونحكي لك لازم يصير تجي بين اللاك ونفيذة، ونحكي لك ألف حكاية، ونحكي لك على 18 سبيتار اللي لازم يتعاملوا خاطر جبناهم في 2020 وما تصرفش حتى فرنك. نجم نشوفك تحكي فيه هذايا في 2024 خلال السباق الانتخابي 2024، معني به فاضل عبد الكافي؟ لكل حادث حديث، يعني هو الطموح السياسي اللي ما عندوش طموح ما هو سياسي، يقعد داره. وبربي كلمة أخرى زادة على حكاية التركة، نهار كامل الناس تحكي على التركة، اللي ماشي التركة وخايف منها يشد داره زاد. شو ماشي التركة؟ يعني أول خطاب حكومي يقول وإحنا لقينا التركة، يلا غالب هذاك اش فهم؟ أنت ما نجيو للمفاوضات خاطر ما عادش عندي برشا وقت وما حكيناش على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على زيارة الوفد الأوروبي الأخيرة، وتوا علمنا أيضا أنه وزيري الداخلية الفرنسي والألماني باش يكونوا في تونس نهار الأحد ونهار الاثنين. تم الحديث على اتفاق مشترك بين تونس وبين الطرف الأوروبي، الضغط اللي قاعد يمارس فيه إيطاليا وعدة بلدان أوروبية على صندوق النقد الدولي، حديث على تعديل الخطة أيضا قاعد ألخص لك فيهم. كيفاش تابع في هذا كل فضل عبد الكافي؟ ثم أمل أنه اليوم كل هذه المؤشرات هل تدل على أنه اقتربنا من القسط الأول من هذا القرض المنتظر؟ نتابع في الحكاية هذوما كل كي تسمع الإذاعات الأجنبية، هذا أول جواب. للأسف للأسف الشديد ما سمعناش ناطق رسمي باسم الحكومة، ما سمعناش رئيس حكومة، ما سمعناش وزير خارجية، ما سمعناش اللي يحبوا يعطيونا ينورونا يقولوا لنا بلادنا وين ماشي. عن البلاغات المسترسله، عن البلاغات المسترسله. بلاغات عند شكون؟ هذه هي الخطه الاتصاليه. لا 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 سامحني، انا بلاغات تحكي عليها. المستشار الدبلوماسي انا شخصيا دخل مرتين في هذا البلاتو باش فسر. لا سامحني، هو تدخل المستشار يعطيه الصحه اما مش هذه الصيغه يعني اللي تمشي بها الدول. الدول كي يصير اتفاقيات من نوع هذايا ولا تعثر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقولون وينهم التعثرات وعلاش هو باش يصير. الان نمشيو بالحكايه بالحكايه. كي كنت وزير، ما انت سالتني كي كنت وزير، كان عندي اجتماع في بروكسل انا مرة مع المفوض السامي لحسن الجوار هكا يسميوه. بدا يحكي لي في حكايه نتاع اعانات نبعثوها لتونس واعانات، وقفته قلت شنو اعانات؟ على شنو تحكي؟ ديون ماهيش اعانات، ماهيش هبات، ديون ناخذوا فيها بنسب منخفضه بارك الله فيكم، اما جرد 300 و400 مليون يورو ماهمش لا ماهمش يعيشوا تونس باهي. ولكن احنا راه صارت حادثه بن قردان، ولازم نعلمكم اللي كان بن قردان طاحت راكم صار راه شفتوا اللي صار فيكم من بعد، ووقف الدوله وشعبها وحرس وجيش وناس ماتت و و و و، لازم تكونوا واعين بهذا. كي هكا الديسكسيون يعني بدات، قال لي انت شنو طالب؟ قلت له بكل بساطه طالب باش نكون عضو في الاتحاد الاوروبي. باهي سي لطفي اكهو ما شنو معناها حسن الجوار والجوار اي يا اخي. تركيا مش طلبت لي سنوات وفهمت من بعد انها عمرها مش تدخل الاتحاد الاوروبي لامور اخرى، وقال عليها رئيس فرنسي توفى تو قالها كليرمون، مانيش باش نقولها اليوم. اليوم سقف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي ما نعرفوش وين، كان وين مش اللي عساس عليهم، مانيش عساس عليهم. احنا مسؤوليتنا هي حدودنا، وفما مشكله في حدود لازم نقولوها كمواطنين وكسياسيين. حدودنا الليبيه، حدودنا الجزائريه فيها مشكله. انا عندي صديق كان في القصرين، راه الاف من الناس مؤلفه ماشيه في الشارع، ماشيه في الكياس، وماشيه في اتجاه صفاقس، خاطر صفاقس ولات عاصمه اللي يتلموا فيها اخواننا الافارقه من بعد الصحراء باش يهاجروا بها.
وفما ظاهرة أخرى ما نحبوش نحكيه عليها، راه فما 18,000 تونسي زاد هاجر بالطريقة هذه، ما فماش إلا الفارقة. ما شوفش اللي ثم تصريحات أنت كمعارض قاعد تغض عليها في النظر، النقطة هذه جاوب عليها رئيس الدولة في أكثر من مناسبة، خاصة في آخر اتصال ليه مع أحد المسؤولين الأوروبي. إيه باش إيش نعملوا؟ لا مجال لأن نكون حراسا موافق رئيس الدولة البحرية، ولا مجال لأن نكون مكان موافق رئيس الدولة. أنا معارض عندي عقل سليم، أنا موافق رئيس الدولة في النقطة هذه. حاجة أخرى باركونتر، كي رئيس الدولة يقول ما مش يصير اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن يانا عاد اكسبير على اعطينا البديل، شو مش يصير؟ حتى حد ما قال لنا شو البديل، خاطر لازم نفهموا الاقتصاد التونسي فيه زوز اجزاء، الجزء بالدينار، الدينار تنجم بطريقه او باخرى، الدينار هذيك سياده وطنيه ولو البنك المركزي وعنده الحق يحاول كيما ينجم باش ما نوليوش نطبعوا في الدينار كيما يجي، سينون دينار تولي ما عادش عنده حتى قيمه كما صار للعمله الفنزويليه اللي هما استعملوا راهو شركه اهليه غادي حكايه تجبد حكايه. وثاني شيء هي العمله الصعبه، العمله الصعبه اللي باش يخلصوا بها الدويات ليسونس القمح اللي يجيبوا فيه الكل تونس. كان ما فماش اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفسروا لي بكل بساطه منين يمشي نجيبوا العمله الصعبه. رينا اللي فما كريدي قالوا الاتفاق وفق الشروط اللي نشوفوها نحن ما نشوفوهاش. يا اخي سي خليفه عايش في تونس ولا وين عايش؟ اليوم مارس 2022 خرجت السلطه القائمه قالت ان شاء الله سويعات او نهارات ونوقع مارس 2022 نحكيه انا وياك فيها سخانه قويه جار جوان 2023 ايش ايش قولك يصير تنسيق يعني بين الحكومه التونسيه وسيد رئيس الجمهورية؟ يعني ما نجمش تقعد الحكومة ماشية الأشهر هذه الكل في اتفاق على المبادئ هذيك وبعد نجيو آخر دقيقة نقولوا لا ما عنديش مشكلة راه ممكن الرئيس عنده الحق ورفع الدعم بالطريقة هذه. أنا ضده رفع الدعم بالطريقة اللي يحكيوا بها، راه صارت مأساة في الأردن منذ عشرات السنين وصارت حتى في تونس 84 وصارت في تونس. هذا هو اي النقاش هنا حول المضامين تاع يفسرون شو قال انا يفسرون شنو هو البديل يا خليفه، يفسرون شنو البديل هو اتفاق يعني أنا ميسر مانيش نحكم انا مانيش نعطي انا اتفاق ميسر كنا باش نرفعوا الدعم على ثلاث سنين نمشيو يعني كان باش نرفعوا الدعم على ثلاث سنين نمشيو له خمس ست سنوات اذا كان باش نراجعوا اسعار المحروقه نحكي على المستوى السياسي الملف هذاك ترفض لا لا الملف الجديد انت قريته تو ما ثماش ملف جديد انا مش ما ثماش ملف جديد قلنا بزاف هي ثم مفاوضات الان سمعتك شفت وين وصلنا وين في انا حاله وصلنا لا هذا هو انت تسال في المفاوضات فما مفاوضات ولا لا نقول استنكاريا اللي نعرف اللي سيد سيد وزير الخارجيه الايطالي تدخل عند صندوق النقد الدولي ما ثماش مفاوضات مباشره بين الصندوق انا انت تقول والله انا نعرف انا استغربت لانه تو كي نسمع السيد الرئيس يقول لك نرفض ان نكون حراسا ل جنوب أوروبا. في نفس الوقت اليوم الأخبار من عند إيطاليا تهدينا مجموعة من الخوافر 70 ولا 80 فلوكة 82 مركبة اي شو نعملوا بهم هذول؟ باش نحميو بهم حدودنا. شوف لو كانت جات تحب تحمي لنا حدودنا مش قلت حدودنا في الجنوب؟ احنا ما عندناش حدود مع دولة أفريقية، احنا حدودنا مع الجزائر وليبيا. هذا اش كنت نقول سي لطفي؟ والاخوان الافارقه منين قاعدين يجيونا؟ يجيونا من الجزائر ويجينا من ليبيا. يطلعش انت مسؤول تونسي يفسر لنا الحكايه هذه. علاش الصمت هذايا؟ ليبي علاقتنا ممتازه مع الجزائر نحبوها تبقى ممتازه، اما في الامور هذايا نحبوا نفهموا إيه شنو قاعد صاير. نغلقوا مثلا حدودنا مع الجزائر اللي انت مربوط بربط حيوي معاها مثلا في 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 فاست في في, في, في التزود بالطاقه. انت كنت تحكي تو رئيس الدوله في المكالمه الهاتفيه قال كلمه مهمه صحيح وبالنسبه لي انا كانت نجم تكون اهم بكثير، قال انا ارفض التوطين. تسمع فيا سي الفاضل لانه هذه اهم نقطه نحب ناخذ فيها رايك. يلا وهنا نحب راي فاضل عبد الكافي رجل السياسه. ارفض التوطين كلمه انتظرناها من رئيس الدوله، لكن انا انتظرت ولو بصفه مؤقته، ارفض التوطين ولو بصفه مؤقته، لانه وقت اللي تم ايواء الفلسطينيين في مختلف المحن اللي عاشوها وعملوا لهم مخيمات في لبنان وفي في سوريا وفي غيرها كانت على اساس حل مؤقت. اللي قداش يدور توا الحل؟ عشرات السنين من 48 1948 لليوم. وبالتالي راهو فما خطر كبير اليوم
اللي معناه يستدعي انه الناس كل تقف له. راهو اذا باش نمشيو في مذكره فيها الحل هذا نتاع التوطين، تعرف شو يحكوا المسؤولين الاوروبيين وانت كتبها في الاعلام الاوروبي، يحكوا على الحل نتاع لوتياريتا الدوله الثالثه. اش معناها الدوله الثالثه؟ نخلق لك الدوله في وسط تونس، الدوله الامنه، لا لا دوله المهاجرين في وسط تونس، وباش تكون خليط مش من جنوب الصحراء، من الدواعش زاد اللي موجوده غادي، ومن مختلف المهاجرين اللي ضاقت بهم اوروبا، و وهذا الاخت يتمتع بحمايه على اساس انهم لاجئين، يتمتعوا بكل حقوق الانسان، وكانك باش تخلق دوله داخل الدوله. اذا التوطين هذا فعلى الدنيا السلام. دونك يلزم، خاطر المساله ولات حكايه كيلكو جور، نحكيو على نهايه الشهر هذايا، يلزم الدوله التونسيه تكون واضحه وصريحه وتقول ارفض التوطين ولو بصفه مؤقته. هذا لابد من التنصيص عليه، يا ما نرفض التوطين ومن بعد بربي باش نبعث لك 500,000 خليهم عندك تو نلقى لهم حل، وغدوا ولوا كل 3 سنين يهزوا منهم كعبه وفي الاثناء يكونوا دخلوا لك 1000، تنجموا تخيلوا شي نجم يصير فيها البلاد. هو عطفا على كلام صرخة للتاريخ خيبيا. انا نقولها باش كل واحد يتحمل مسؤوليته. ونختم بهذا السؤال قبل ما نمشيو لرايك فيهم، عطفا على كلام لطفي فضل عبد الكافي، واحنا نحكيو على الحدود مثلا مع الجزائر الشقيقه، اليوم هل عندنا القدره مثلا انه نغلقوا الحدود مع الجزائر الشقيقه على الافارقه جنوب الصحراء غير النظاميين والمخالفين للقانون فقط؟ فزابل هذا اليوم؟ انا مانيش مختص في الامن، لازم تسال. لا انا ناخذ في رايك، ناخذ في راي عبد الفضل عبد الكافي للسياسه. انت تدافع على حدود بلادك، الناس ما تدخل من حدود الحدود الا بطريقه شرعيه، والناس تدخل بطريقه غير شرعيه ما لازمهمش يدخلوا. هذه اي دوله تحترم روحها في الدنيا تطبق هذا، يعني مش حاجه يعني كبيره ياسر، ولكن لازموا عندنا الامكانيات ولا لا. الاتفاق شنو هو فيه بالضبط؟ خاطر راه في الاتفاق سي لطفي راه فما كلام مش قاعد يتقال على الملف الطاقي. راهي جيو استراتيجيا اليوم في العالم تبدلت، وراه اوروبا ما عادش نجم تجيب الطاقه نتاعها من روسيا، وراهو قاعدين يخموا بطريقه جديه على الغاز وعلى على الطاقه الشمسيه من جنوب البحر الابيض المتوسط، من الجزائر ومن تونس. يعني الملف معقد بصفه كبيره، ولكن ينورونا مش مشكله كي ينورونا، ممكن نعطيو راينا، ممكن راينا يساعد، ممكن نقولوا نقوموا نصفقوا. طيب احنا باش نعرفوا شنو باش يصير، حتى كان مش معنا من تونس باش نعرفوا من برا، خاطر غادي ما يخبيوش، اما خايف نعرفوا ابريكو. اي هذا هو. بعد ما يوحى الفاس في الراس. انا الملاك كان تسمح، اليوم الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه، خاطر ديما نرجعوا للسياسه وللاقتصاد، راهو العمل السياسي هو عيشه التونسي كل يوم، هي الطبقه الوسطى اللي كنا احنا فخورين بها صار فيها. هما المتقاعدين نتاعنا اثر فيها، هما الشركات المتوسطه الصغيره، هاو المواضيع اللي تهم لازم سياسي تونسي، هذه مواضيع تهم سياسي تونسي. 72% من الشركات الوسطى المتوسطه والصغيره على ابواب الافلاس. يعني هذا معقول نواصلوا فيه؟ فما شركات ضخمه اجنبيه قاعده خارجه من تونس حتى حد ما لا يبيع. ايوا انت علاش خارجين؟ الشركات ذوكم اللي عدينا السنوات باش نجيبوهم لتونس. يلا نمشي ونختموا بمجموعة من الصور، الأحداث والتواريخ في رأيك فيهم. نبدأ بالصورة الأولى، صورة نواب البرلمان، شنو تقول لهم فضل عبد الكافي؟ احنا ما شاركناش في الانتخابات البرلمانيه، الانتخابات البرلمانيه جابت 11%، هذيك تمثل 11% من التوانسه مشاو للانتخابات. هذا برلمان وظيفه وليست سلطه، وهاو الايام القادمه تورينا اللي ما عنده حتى معنى في ديمقراطيه باش تكون عندك برلمان بالطريقه هذه. الصوره المواليه، الاتحاد العام التونسي للشغل ونور الدين طبوبي الامين العام. على نحكي على سي نور الدين ولا الاتحاد؟ عزوز ثم مبادرة زادة في الأفق. المبادرة على الاتحاد للأسف الرئيس رفضها، ما حبش يراها وما حبش يحكي فيها. كنت نتصور اللي قيمة الاتحاد بأخطائه، أنا من كنت من الناس الناقدين للاتحاد العام التونسي للشغل في سياساته العامة في اللي عمل، ولكن برشا ناس تقول الاتحاد قوي، الاتحاد قوي، ولكن أكثر من الاتحاد القوي الحكومات كانت ضعيفة أمام الاتحاد. اليوم الحقيقة كجسد وسيط كيفنا كيف الأحزاب السياسية كيما الصحفيين، يعني اليوم صار تصحير، ودور الاتحاد كنا نتصوره في ظرف كيما هذا كان يكون أكثر مهم
خاطر الاتحاد تاريخه مهم في تونس. شنو يقول فاضل عبد الكافي لسمير مجنون ومن خلال منظمة الأعراف؟ نقول له سي سمير ما سمعناكمش في ظرف اقتصادي واجتماعي صعيب، والاتحاد اللي ترأسه اتحاد عريق واتحاد وطنيين منذ الاستقلال، وغريب اللي ما نسمعوا صوت الاتحاد الأعراف في ظرف اقتصادي واجتماعي كما اليوم. الصورة الرابعة لحركة النهضة. حركة النهضة دخلت في عناد ودخلت في مكابرة وأخطأت في حق التوانسة، وهاور اليوم راهو في النتائج وما سمعوش برشا ناس نصحوهم اللي مش هذه طريقة في التعامل مع دولة. الصورة اللي بعدها أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذاك حقهم باش يكونوا مناصرين رئيس الجمهورية. الحقيقة فما برشا ناس يدعيوا القرب من رئيس الجمهورية، ولكن من بعد نفهموا اللي هما ما عندهم حتى قرابة مع رئيس الجمهورية. فما مفسرين الحقيقة كيتكلموا ما نفهموهمش، خطاب الرئيس أسهل للفهم ولا، ولكن كان هذاك رأيهم وإحنا في ديمقراطية ما فما حتى إشكال. الرباعي المتصدر لآخر سبر أراء بالنسبة للرئاسية أو نوايا التصويت للرئاسية السيد رئيس الجمهورية عبير موسي، صافي سعيد، وفاضل عبد الكافي. عندي حتى تعليق، يعني كان نهار تصير منافسة إن شاء الله تكون منافسة شريفة، منافسة ترفع رأي تونس. احنا كنا توانسة، الأربعة من الناس هذوكم توانسة ونتصورهم كلهم يحبوا تونس، ولكن إن شاء الله ظروف المنافسة تكون موجودة. اللي بعدها الصورة للموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، شنو تقول؟ نقول كما بديت من الأول، يعني هي قضية من قضايا، أنا بيدي كنت ولا أزال في قضية منهم. للأسف فما ناس مسجونين، للأسف فما مدة طويلة ياسر دامت في التحقيق، والناس هذوما ما زالوا. اليوم سمعت قبل ما دخلت على البلاتو شنو صار الأستاذة شيماء عيسى في السجن، وهذا نتأسفوا له. ما ننساوش اللي هذوما يجيوا آباء وأخوات العائلات. من إن شاء الله القضاء التونسي يكون منصف وسريع ومستقل. صندوق النقد الدولي سي عمال نيسيسير. صندوق النقد الدولي بربي خنفهم بعضنا في تونس، خاطر برشا كلام قاعد يتقال لا يستقيم. مش هما جاونا احنا مشينا لهم، مش هما كانوا قاعدين جاونا قال تحبوا شي فلوس احنا مشينا لهم. انا في 2017 داخل البرلمان جاتني صحفيه قالت لي سيد الوزير توا باش تتنازلوا على صندوق النقد الدولي احنا كدوله، قلت لها ان شاء الله مش صندوق النقد الدولي يتنازل على تونس، وهذا صار 6 سنوات من بعد. الصوره قبل الاخيره اذا كان نجموا نشوفوها، جورجيا ميلوني ايطاليا. جورجيا ميلوني كاي ولو ما عندي ما افكارها السياسيه ما نجمش نكون نشاطرها في اي مستوى، ولكن جورجيا ميلوني كما اي رئيس دوله او رئيس وزراء او مسؤول سامي في دول ديمقراطيه يقوم الصباح يخمم الا على بلاده، وما فماش صداقات بين البلدان. ميركيل اللي نجحت المانيا 16 سنه قالت انا ايجو سنتريك لالمانيا، وهذيك الطريقه نتاع التعامل. كان ماشي في بال الناس اللي ميلوني جاي حبا في تونس رغم غلطي، هي الدافع على المصالح المباشره والغير مباشره لبلادها. الصورة الأخيرة اللي نختم بها عبد المجيد تبون رئيس الجزائر. عبد المجيد تبون رئيس دولة شقيقة، هو ديما نقول على الشقيقة الجزائر هو الامتداد الاستراتيجي متاع تونس. عنا مصالح كبيرة وعنا دم بيناتنا. ما عندي حتى تعليق على رئيس جمهورية دولة مستقلة عندها سيادة. علاقتنا نتصور اليوم متميزة مع الجزائر، وإن شاء الله تواصل بالطريقة هذه. شكرا لك فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس، شكرا على الحضور. شكرا على الاستضافة وعلى تلبية الدعوة. شكرا. مرحبا بك. شكرا لطفي خليفة، ميرسي بوكو. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. نهاية أسبوع مريحة للجميع، احنا نتلاقاو نهار الاثنين إن شاء الله في نفس التوقيت على قناة 9. إلى اللقاء، ميرسي.